فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي نحكيو هوند في اخر جزء من حصتنا اليوم. جمعية نسائية لكرة اليد بمنزل تميم ساعدت القسم الأول تقريبا الأول مرة في تاريخ جمعية حديثة. باش نحكيو أيضا مع رئيس الجمعية هشام عياد على الصعود هذا. هشام أهلا بك. السلام ومرحبا بكم ومرحبا بشمس فام اكسبريس فام. مرحبا بك سي هشام. دونك لو كان نحكيو على الصعود نتاع جمعية نسائية بمنزل تميم وعلى الموسم وجمعية الحديثة هذه، أول حاجة كنت تقدمنا الجمعية. الجمعية دي تكونت سنة 2012 وقت الجمعيات كلها تقريبا تخلات على العنصر النسائي. احنا في ميزة تميم من الاتحاد الرياضي التميمي ولينا عملنا جمعية اسمها الجمعية النسائية بميزة تميم. عم خدمنا على تكوين قاعدة، بدينا بالمدارس والدنيوات الى ان وصلنا للكبريات، عملنا انجاجمون عام سنة في الكبريات. الحقيقة البنات كانوا في المستوى وعملوا نتائج باهية خلتنا نكونوا مترشحين الأوائل في الصعود القسم الوطني. شوية مجهود من البنات ومن الهيئة المديرة ومن المدرب والناس مسؤولين، والحمد لله توجنا المجهود هذا بالصعود القسم الوطني في أول موسم لنا في بالانجاجمون كبريات. اوكي احكي شوية على الموسم، كيفاش تعدى؟ صعيب سهل خاصة بالظروف الصحية اللي تمنوا بها البلاد؟ شوف في ظل الظروف هذه الصحية اللي نجرت عليها ظروف اقتصادية مالية صعيبة برشا على جميع الجمعيات، كان الموسم كان صعيب وصعيب برشا. غياب المنح من السلطة، منح والاهتمام صراحة المدربين والبنات والهيئة قاموا بمجهود كبير برشا باش وصلنا البر الأمان كما نقولوا، وصلنا للتتويج هذا. العام هذا الحق كان صعيب برشا على الرياضة التونسية خاصة عامة وعلى جمعيتنا بصفة خاصة. شنو أهدافكم بعد الصعود سي هشام إن شاء الله؟ إن شاء الله تو احنا ما عملنا انجاجمون في الكبريات إلا ما كوننا قاعدة كبيرة من معنا في الأصناف الشابة. أصناف الشابة نتاعنا دائما متوجين الحمد لله، سواء كان في الصغريات في المدارس في الدنيوات الحمد لله. إن شاء الله باش نتواصل التألق نتاعنا وإن شاء الله نخدموا على النخبة، الوصول للنخبة في أقرب وقت. مانيش باش نقول لك نوصلوا العام الجاي للنخبة الموسم القادم، لكن نوصلوا في أقرب وقت للنخبة إن شاء الله. شنو تقصد بالنخبة؟ ما فهمتش. البطولة التونسية العام الجاي عندها ثلاثة أقسام، النخبة الوطني A والوطني B. احنا من الوطني B في أول موسم صعدنا للوطني A وإن شاء الله النخبة نكون ضمنها في أقرب الأجيال إن شاء الله. العام الجاي صعيب شوية معناتها بالطبيعة كأول موسم، وبنات عنا راهو أكبر سن عندنا هي في الوسطيات. احنا كان عندنا الاختيار ما بين ان نعمل انجاجمون وسطيات او كبريات. قلنا لا نعملوا كبريات، خلينا نشمسوا البلاد بجو الكبريات والتنافس على معناها على البطوله وكذا، ومن بعد عملنا خير كنا روحنا الحمد لله يا ربي معناها ببنياتنا كير صنعه تميمي كنا روحنا وانا في المراتب الاولى وكملنا المشوار والحمد لله ربي ربي وفقنا. تخموا الدعم والفريق ولا باش تقعدوا في السياسه هذه؟ معناتها تدعموا من العبيت من خارج معنا المدينه. شوف احنا سواء كان في الاولاد سواء كان في البنات، منزل تميم راهي ولاده، منزل تميم عاصمه كره اليد، منزل تميم مدرسه في كره اليد سواء كان ذكور او اناث. ما نتصورش رواحنا باش نحيدوا على المبدا هذايا، هو نعملوا كان بنياتنا وممكن اذا كان باش نلقاو رواحنا ملزوزين باش نعملوا انتداب او اثنين معلش لا. فما لعبات ذالي وصلوا حتى المنتخب كمان اشغالته صحيح. عندنا في رياضه كره اليد الشاطئيه احنا كجمعيه رياضيه نسائيه بميزه تميم في اخر اربع بطولات لكرة اليد الشاطئية عنا ربحنا بطولة تونس لكرة اليد
شاطئية مرتين والمرتين الثانيين كنا نتعرف في النهائي. عنا لعبة في المنتخب وعنا منتخب في معنا الأصناف الشابة. عنا أربع لعبات في الأصناف الشابة في المنتخبات الشابة الكادات والجينيور. قاعدين قاعدين تخدموا على التكوين بالطبيعة نخدموا على التكوين كما قلت لك من سنين ولادة من سنين كرة يد تتنفس كرة يد صحيح الظروف تو ماهيش مواتية أما ديما يقعد عندنا مخزون كبير من الطاقات اللي نجم نوصلوا بها وين ما نحبوا. الأمور المالية اش عاملين فيها؟ البلدية والولاية الدعم ولا كيفاش بالضبط؟ شوف البلدية دعمتنا 2020 في 2021 ممكن كان نقول لك الرقم معناها تقعد بات قول لنا مثالش خلينا نعرف بالنسبة للموسم معناها السنة الإدارية 2020 2300 دينار نتاع ديبلاسمون هذوما ظهرلي هذوما عملنا ديبلاسمون لتوزر صرفنا أكثر منه بالنسبة للموسم السنة الإدارية 2021 تحصلنا على 5000 دينار لانه انا سواديزون عندنا معناها مستقبل وعندنا ايكيب اللي باش تطلع الناسيونال اعطونا 5000 دينار. اي سينو منين تصرفوا قاعدين؟ والله شويه منحه الوزاره عملنا زاد اعطونا 4500 دينار بعنوان 2020 السنه مازلنا ما رينا شيء. اي شويه هذوما يكملوا موسم معناها. باقي كل مجهود فردي من شخصي وشويه اعانات حتى مش كبيره برشا. تشوف انت المؤسسات الاقتصاديه كل توا اللي تمشي له يقول لك اخويا كورونا وخدامه وسينه تصرفوا من جيبكم معناها حسب ما فهمت هكا سي هشام. نعم تصرفوا من جيبكم معناها حسب ما فهمت. بالضبط هيك قلت انت ما باش نقول باش ما اي 8 و10 ملايين في عام معناها ما يعملوا شيء نورمالمون. وصلنا احنا تقريبا في العام 30000 دينار. وكان الحين 2300 و 4500 دينار. ايه حكايه فارغه. وباقي كل الحمد لله هكا وصلنا المهم وصلنا احنا لبناتنا ورفعنا اسم مجد. اما روحه كبيره. وصلنا تلفتونا. روحه كبيره في البنايات اللي شفنا شفت التدوينه حتى على الصفحه الرسميه بتاعكم في فيسبوك. فما واحدة من البنات اللي عندها ابوها مريض في الخارج اثرت باش تلعب المقابلة وسافرت بعد الماتش. اي نعم هذيك صابرين هو يعطيها الصحة وكانت أحسن واحدة في المباراة الحقيقة نهارتها أصرت أن تضيع معناها تعدي الخارجة مع عائلتها لإيطاليا بها ربي يشفيها عمل حادث. من علو كبير. معناها كيما نقولوا احنا ندقدق برشا ان شاء الله بيه. اشرت ان باش تلعب الماتش البراش وبعد دخلت عليه والحمد لله معناها تضحيتها ما كانتش ببلاش. عندنا طفله في نفس اليوم جات من مستير تقرا في المستير وتحضر في الشوتونوس نتاعها نهار السبت هذا جات بالذمه ولعبت الماتش وروحت والله شوف نقول لك البنات ضحاوا بصفة غريبة برشا معناها ما كانوش يطلبوا طلباتهم بسيطة معناها جيست هزنا وسيدي وجيست معناها ما تشرطوش بكل لا لشيء يحبوا يحققوا الهدف اللي احنا رسمناه من الاول مع بعضنا كنا عائلة واحدة وكنا ايد واحدة والحمد لله يا ربي فرحانين بيهم. فما تشجيعات ولا صعيب الامور صعيبة؟ تشجيع شفوي تشجيع شفوي اما المادي صعيب شوي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اخويا نعملوا على رجال من زتمين وعلى نساء من زتمين باش يمدوا لنا يد المساعده ونبداو الموسم تاعنا بقوه لان باش تو معنا مش في الروج احنا غادي من الروج معناها الكونت نتاع الجمعيه ان شاء الله يدونا يد مساعده نعملوا تحضيرات سمحه ونحققوا هدف الصعود في اقرب فرصه معنا في اقرب وقت للنخبه ان شاء الله. يعطيك الصحه شكرا لك سي هشام رئيس الجمعيه النسائيه بمزدميم هشام عياد على دخلك معنا وبالتوفيق ان شاء الله في مشواركم في القسم الوطني خلال الموسم القادم. هكا نكملوا في بلاي اليوم كان معنا في ساعتنا الاولى لطفي زروق وكيل اعمال اللاعبين
كنا حكينا معاه على برشا مواضيع تنجموا تلقاو الحوار كامل على صفحتنا في فيسبوك. ايضا حكينا على ملعب التونسي مع الناطق الرسمي للاستاد انيس بن فلاح. ايضا كان معنا محمد العياري المدرب حكينا معاه على تجربته الجديده في نادي الشمال السعوديه. هكا نكملوا في البلاي. شكرا انيس الجويني في الاخراج، ناصر السيكري في الاخراج الرقمي. اجمل تحيات اسلام المتب.